استاذتنا كريمة، أنا اليوم بوابة أور الإلكترونية لها كل التقدير والاحترام، مركز بيانات الوطني ده يعمل بطريقة صحيحة وقوية حقيقة، ولكن جودة من الماجور. يعني بوابة أور خابرتهم قبل يومين أنا واتصلت بي ابني والمكالمة مسجلة، أربع معاملات طلبت من عندها individually كلها على حدة. الأولى قالت لي روح لهم، الثاني قالت لي روح لهم، الثالثة اعطتني رقم تليفون وقالت يعني خابرهم. يعني تقصد الموظفين طيب ما يعرفون؟ طيب وين أوتومي؟ لا لا مو ما يعرفون ستي عزيزة، احنا اليوم حتى نسمي روحنا دولة مؤتمتة يجب انه انت قاعدة بالبيت تفتحين ويب سايت معين، كل اللي تريديه يجراش عبر الانترنت. لا هاي ما صارت. ما صارت احسنتي. ما صارت. وكل كل بس احنا نقول يا الله بعد خلنا نطي وقت. هاي يا الله دا ردنا من عندها. هاي احنا ما بادين؟ لا احنا بادين، بس احنا هل نوصف حالنا بانه احنا 1% معاملاتنا ورقية؟